مساء الخير أحبائي وأعزائي. جورج قرديحي يعتنق الإسلام لهذا السبب. كشف الصحفي اللبناني جورج قرديحي عن تغيير دينه واعتناق الإسلام بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم. قال الإعلامي جورج قرديحي خلال لقائه في برنامجه حبر السري الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم: اعتناق الإسلام هي معروفة قديمة أو معلومة قديمة منذ أن قدمت برنامج من سيربح المليون، عندما كنت أقرأ الآيات الكريمة بشكل صحيح وحفظ العديد من آيات القرآن الكريم والتي أعتبرها منارة للمسلمين والمسيحيين وغيرهم. جورج قرديحي يحفظ القرآن. تابع الإعلام جورج قرديحي أن آيات القرآن هي قيم إلهية للبشرية تتلخص في لغة الإعجاز، لذلك حفظت عددا من الآيات. القواسم المشتركة بين الإسلام والمسيحية. وأوضح الصحفي جورج قرديحي أنه سبق وأن تلقى اعتناق الإسلام قائلا أنه لا داعي لذلك، لأن الديانتين المسيحية والإسلامية يكمل كل منهما الآخر، ولهم العديد من المبادئ والقيم والمبادئ والمفاهيم التي نتشاركها. من ينظر إلى الديانتين يجد أن هناك العديد من المشترك فيها أو الاشتراك بينهم. قد ورد في الكتاب المقدس أشياء كثيرة واردة في القرآن الكريم مستعينا بقول الحق عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقالوا آمنا بالذي أنزل علينا إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وفي سياق آخر قال الإعلامي جورج قرديحي إنه على ما يبدو سبب الأزمة بين السعودية ولبنان، ولكن العلاقات لم تكن جيدة ليس فقط مع المملكة العربية السعودية ولكن مع دول الخليج بشكل عام. مضيفا: لقد أساء الناس أكثر من كلامي لكن لن أبرر ذلك. وأوضح جورج قرديحي في حديثة أجراه مع برنامج حبر سر الإعلامية أسماء إبراهيم إن نشر المقابلة التي أجراها قبل توليه منصب وزير الإعلام بعد أن أصبح وزيرا وكان رد فعل الخليج بسبب تصريحاته بشأن الحرب في اليمن مؤكدا أن الحملة كانت شيطانية مبرمجة. وتابع جورج قرديحي: أنا لا استقلت وكنت تحت ضغط عالي وكانت الحملة عظيمة بالنسبة لي وموقفي كان موقفا وطنيا، ولا يحق لأي دولة أخرى أن تفرض على سياسي في لبنان الاستقالة، وهي إشاعة لاعتناق إسلامي وأنا أعتز بالإسلام. شكرا جورج قرديحي وأشكرك على ما قلت لك وما قلت لنا وما وضحته. كل الشكر والتقدير والاحترام حبيبي. لا تنسى اشتراكك في قناة الملكة والأمير. كانوا لكل هذا مشجعون ونشأ جيل بالكشافة، عملوا جيل للكشافة واللعب، بل وجدنا من يستنكر التعليم لأنه ينفخ وكأن المخلص لم يكن يعلم ولا أثنى على من عمل ولا علم، ولكنهم مستكبرون. والأخطر بيترددوا أن البصداء ويقصدون الجهلة يدخلون على الجاهز السمع وليس الدارسون، وتناسوا أن البسطاء يدعون كذلك لأن الروح القدس يسكن فيهم ويوصم بأن الروح بسيط غير مركب، لكنهم مش فاهمين حاجة. وكأن القديس أثناسيوس وكورنلوس بالتعليم جاهلون، وفي التكريس لأي خدمة اختاروا الضعفاء وليس الأفضل لألا يكونوا لسجلتهم ساحب. وساد جماعة الحماة الممولون ممن استفادوا من المرحلة ويخشون أن يكون لتعليمهم الخاطئ ذات يوم له كاشفون. فلماذا نندهش من مقدمات أدت للنتائج وأي منصفين للحقيقة؟ هناك ضعف في التعليم أكيد، ومعرفة عقيدتنا برضو أكيد، لأن المسيحيين انشغلوا بالمهرجانات وباللعب وبالأنشطة الرياضية، ما بقوش مليين أولادهم بالحياة والقوة. المسيح أقوى أعظم، وأي نقاش لجيل ضعيف الطبيعي سينهار. فعلا أجيال بقت ضعيفة لأن في خدام ضعيفة مش جارسين ولا عارفين. في ناس كتير قوي بدأت تتكلم بكلام عن البسط، يلاقيه ويقول لك إن جهنم دي عبارة عن 7 مستويات، المستوى الأول عبارة عن إسرائيل وعبارة عن يهوذا الإسخريوتي، وكلام جهل بيتخذه، لأن هناك أشخاص بيحاولوا يدخلوا فكر غير مسيحي بالمرة جوه الكلام المسيحي.
ويسهل ان يكونوا لعقيدتهم ناكرون، فهل ينتفض ما زالوا في ضميرهم بقيه يكونوا لتلك الامور؟ طبعا الكلام ده مش استغلوا بقى الجبناء. مين بقى الجبناء دول؟ الشخص اللي عامل نفسه او هو كان مسيحي تحرك جديد ضد الثلاثه محامين الذين يسؤون للمسيحيه. كتب الناشط القبطي ايضا رامي كامل على تطور جديد في قضيه سالم نسيم ومجموعه من المحامين الذين يقومون باثاره الفتنه، حيث اكد بانه تم تحريك شكوى بنقابه المحامين ضد الثلاثه المحامين الذين يسؤون للمسيحيه ويكسبون من الشوء الاعلامي لعمليات التحرك الديني في مصر بما يسيء للمسيحيه ويهدد وحده وسلامه الوطن. فاما ان يتحرك مجلس نقابه المحامين والسيد النقيب ضد هؤلاء القله المسيئه او يظهر المجلس والنقيب انحيازات طائفيه، ان نقابه المحامين نقابه وطنيه، ونرى ان من واجبها ودورها التصدي لهؤلاء لتطهير المهنه من دعاء الفتن. فالعمل القانوني ليس مبارزه طائفيه تحرك الوطن. نتقدم للنقابه ومجلسها الموقر بالشكوى وننتظر ان يكونوا على قدر المسؤوليه بنزع هذا الخبث الطائفي. مقدم الشكوى سعيد فايز وجرجس بيباوي وتامر فهيم. النيابه الكليه بالبحر الاحمر تبدا التحقيق مع كل من باسم صبحي ومعاذ عليان وهاني جعفر واخرين. على الجانب الاخر قام كل من سعيد فايز وجرجس بيباوي وتامر فهيم بتقديم بلاغا ضد عدد ممن يمارسوا جرائم ازدراء للمسيحيه ويثيروا المجتمع المسيحي في مصر ويتسببوا في اشتعال اي مواقف او مشاكل يمر بها اي مسيحي يقرر تغيير ديانته تحت اي ظروف، فيقومون باثاره الراي العام بمقايدات قد تحرك الوطن. مؤكدا بان البلاغ يحمل رقم 36677 لسنه 2023 مطالبا الجميع المحامين بالتضامن معه، مؤكدا بان حريه الاعتقاد مكفوله بالدستور، ولكن الهجوم على العقائد والمكيدات التي تهدم الاوطان وطننا مصر الحبيبه لها عقوبتها. ونطالب القضاء المصري باتخاذ موقف واضح من هؤلاء، اما مع احترام العقائد والحفاظ على الوطن، أو مع استمرار الوضع حتى يخرج من الطرف الآخر مختل يتبنى نفس المنهج. من هي سالي نسيم حتى الكل يتكلم عنها مسيحي أو مسلم؟ من هي ومن هو الذي يعطيها هذا الشأن الرهيب؟ ولماذا هناك الكثير من المسيحيين أسلموا وهناك الكثير من المسلمين قد أصبحوا مسيحيين؟ هل هذه الضجة لأجل شخصية لها أقارب المسيحيين وأعلنت إسلامها؟ لماذا؟ طبيعة بشرية، هي إنسانة طبيبة بشرية من كومومبو ومعيدة في كلية طب أسوان وأمينة خدمة في الكنيسة، وإنسانة في غاية من الأدب والاحترام والتربية والأخلاق والهدوء. شقيقتها الأكبر مهندسة ومتزوجة من رجل دين أي كاهن أي قسيس، وداخل عائلتها أكثر من رجل دين، آباء كهنة، تنتمي إلى عائلة مشهورة بمدينة كومومبو بأسوان بداخل العائلة، رجال وأعمال ناجحين جدا ومشهودة لهم بالطيبة والأخلاق والسمعة الطيبة. الدكتورة سالي نسيم طبيبة ناجحة في عملها ومعيدة أيضا في الجامعة، ونشأت في أسرة متدينة قريبة جدا من ربنا وخادمة أمينة ومواظبة على التناول والأطراف والحياة المسيحية بكل تفاصيلها. وفجأة بدون أي مقدمات الطبيبة قررت أن تغير دينها. الجميع أصبح في حالة ذهول، كيف لطبيبة من عائلة بهذه المكانة الدينية والاجتماعية وعمرها 31 سنة؟ فلماذا تقوم بهذا العمل؟ لماذا؟ القصد. معاذ عليان الشخص الذي يحاول دائما بس السموم في فتيات المسيحيات ببساطتهم، ولكن هل يحق له؟ وخطوة أخرى من رامي كامل ضد كل من يسيء للمسيحية، كما كتب الإعلام والصحفي جرجس قدسي بمدونة في اليوم السابع أونلاين بلوجر،
وقال على صفحته أيضا بالقيام وبالتعاون مع الكثير بلاغ ضد كل من يمارس جرائم وازدراء للمسيحية ويسرون المجتمع المسيحي في مصر ويتسبب في إشعال أي مواقف أو مشاكل يمر بها أي مسيحي. وحينما يقرر المسيحي أن يقوم بتغيير دينته له الحق، ولكن ليس لإثارة الرأي العام والفتنة، مؤكدا أن هناك حرية الاعتقاد مكفولة بالدستور، ولكن الهجوم على العقائد والمقيدات التي تهدم الأوطان لها عقوبتها. ونطالب وهجوم شرس ضد قناة الملك والأمير التي يقودها جيرجس كوتس. بعدما كتب وتكلم الكثير والكثير عن سالي نسيم، والتي أكد فيها بأن الدكتورة سالي نسيم بالفعل قد أعلنت إسلامها، وإنما فعلت ما فعلته من أجل سيطرة الكهنة حسب ما قالت داخل عائلتها. هناك الكثير يخطئ، هناك الكثير يخطئ، ولكن ليس من الحق أي شخص أن يهين المسيحية. وكل الشكر لنيابة الكلية بالبحر الأحمر الذي بدأت في التحقيق مع باسم صبحي ومعاذ عليان وهاني جعفر والكثير. نحن نعلم، وما نشره الناشط المصري بالسويد مايكل عزيز البشموري تعليقا على واقعة اختفاء الدكتورة سالي نسيم بنت مركز كومومبو، وأكد فيها تأملات حزينة. الدكتورة سالي نسيم هي ضحية العبادات الطقسية داخل الكنيسة الأرثوذكسية، والذي خلقت أجيال قبطية مفرغة من الداخل لا يتمتعون بالشركة حقيقية مع المسيح وكنيسته. هذا الضعف الإيماني سبب اهتمام رجال الدين بالمظهر الخارجي للعقيدة دون الاهتمام بجوهرها من الداخل. فالسبت بنظر هؤلاء القادة أهم من الإنسان كما كان يفعل اليهود. لقد تم تفريغ الإيمان المسيحي من مدمونه وملء هذا الفراغ بمسكنات، وهي لا تمت بصلة لتعليم الإنجيل، وعوضا عن ذلك باتت المهرجانات الكنسية والرحلات الترفيهية وبناء المزارات وتكريم الموتى أنه البديل الإيماني الزائف الذي يقدم للمؤمنين اليوم. هذا الإيمان الزائف لا يغني القلب ولا يشبع الروح، والنتيجة تجمدت الكنيسة في فطورها الروحي، وانتقل هذا الفطور إلى وجدان المؤمنين. فالمؤمن العادي أصبح اليوم يدخل الكنيسة للاستماع قرابة الساعتين للغة غير مفهومة، اللغة القبطية في القداس، ومشاهدة طقوس كهنوتية غير معلومة، ليتولد بداخله يوما بعد يوم إيمان ضعيف وهش. وهذا الإيمان الهش سيزول وينتهي عند تيقن المؤمن مدى الفراغ الذي أصاب كنيسته، فيبقى أمامه خيارين: إما البحث عن ينبوع آخر، الانضمام لطائفة مسيحية أخرى يجد فيها الشبع الروحي المحروم منه، أو اعتناق دين آخر وإنكار المسيح. وأنا ضد هذا الكلام الذي يقال، ضد بالكامل. نعم، أربع قرارات النيابة العامة في حق متهم ترافع أمام المحكمة وهو سكران في الإسكندرية. وصلت هذه قررت نيابة المنشية في الإسكندرية التحقيق مع محامي وجهت له الاتهام بالترافع أمام هيئة محكمة الجنايات الإسكندرية وهو في حالة سكر أثر تعاطي كحوليات، وذلك بإحدى قاعات المحكمة الابتدائية. وقد أصدرت النيابة أربع قرارات بحق المحامي المتهم تضمن حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والتجديد له في الميعاد القانوني، واستعجال الاستعلام عن كاميرات مراقبة محل الواقعة، وتحرير فيش وتشبيه له. كان المدعي عين ألف لام محامي حضر المرافعة على المتهم سين سين في قضية التجارة بالمخدرات المقيدة بجنايات العملية ثاني، وتبين المحامي في حال التعاطي مواد كحولية خمور، وتبين أن المذكور كان يتحدث بتلعثم أمام الدائرة 34 جنايات برئاسة المستشار محمود عيسى رئيس المحكمة، وعدم احترامه قانون المرافعة أمام المحكمة وحضوره أمامها في حالة سكر. تحفظ حرس المحكمة على المحامي وجري تحرير محضر وباشرة نيابة العامة للتحقيق. قداسة البابا تودروس الثاني يعزي مطران جنوب
الولايات المتحدة في نيابة. قداسة البابا تودروس الثاني يعزي مطرانة جنوبي الولايات المتحدة في نياحة القمص كورولوس مقار. أرسل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك القراصنة المقصية رسالة التعزية في نياحة القمص كورولوس مقار كان كنيسة القديس العظيم والقديسة العذراء مريم والشهيد العظيم مريمينا بمدينة كليوراتو في ولاية فلوريدا الأمريكية. وقال قداسة البابا في تعزية ما على رجاء القيامة: نودع كاهنا مباركا وخادما أمينا خدم العلم والوطن كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص في محبة واتضاع وبذل. لقد كان هذا الأب الكاهن عالما في تخصصه العلمي وأنجز الكثير كأستاذ جامعي مرموق، وكان من نصيبي أن أكون طالبا جامعيا تتلمست على يدي خلال سبعينات القرن الماضي. ما أجمل وما أحلى، ما أجمل وما أحلى هذه الكلمات الجميلة. وعندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية شهد له كل من تعامل معه وتمتع برعايته ومحبته بكل وداعة: إنني أحمل لأبونا كورولوس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة في قلبي، وأشعر بخسارة كبيرة في رحيله، ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه ونطلب تعزيات سماوية لنيابة المطران الأنبا يوسف ومجمع كهنة الإبراشية المباركة، وأيضا نيابة الأنبا ديمتريوس مطران ملاو وكل أسرة الفاضل. خالص تعزيات القلبية لأسرة أبونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته لبارك المسيح حياتكم يعطينا جميعا النهاية الصالحة. وقدم نيابة الحبر الأنبا يوسف مطران تكساس فلوريدا وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية تعزية لأسرة المتنحى القمص كورولوس مقار شمس خدام وخادمات كنيسة القديس العذراء والشهيد مريمينا نيابة عن الأحبار لأجلاء الأنبا بيزر والأنبا جيرجي ومجمع كهنة وشعب الإبراشية. وأذكر أن أعلن كنيسة القديس العذراء والشهيد مريمينا صباح اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو نياحة القمص كورولوس، وسوف تقام الصلاة على جثمانه اليوم السبت، يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو. شكرا لكم أحبائي أعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وقناة الملكة والأمير، وإن شاء الله نكون معكم في كل جديد. أوعوا 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 تخافوا من أي حاجة، خليكم مؤمنين بكل شيء. شكرا لكم أحبائي وأعزائي على استماعكم الفيديو، سامحوني إن أخطأت في القراءة أو في أي حاجة، لكم مني كل العز والكرامة. يا رب احمي مصر، حافظ على البابا تودروس، حافظ على رئيسنا عبد الفتاح السيسي، ابعد عنا الغلاء والوباء، ابعد عنا كل شر. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى كل الخير، وصلاتنا جميعا لكل أبنائنا في الثانوية العامة، وربنا يديهم على قد مجهودهم ولكل مجتهد نصيب. شكرا لكم أحبائي. بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. صباح جميل، صباح جديد، اليوم الجمعة من 7 يوليو 2023. عندنا أحداث كتيرة وكلام كتير، صور وتفاصيل عن أسرة حادث مدينتي الزوجة صيدلانية والزوج وطبيب بيطري، وقصة سالي نسيم وقرارات صادمة من البابا تودروس. وعندنا كلام الحسيني تعليقا على الشائعة للخبر، وعندنا كمان استشهاد 4 راهبات وهنعرف ايه السبب، ولميس الحديدي تكشف الحقائق المرة. طبعا كلام كتير وكلام غير يعني هنقوله بالتفاصيل. صور وتفاصيل عن أسرة حادث مدينتي الزوجة صيدلانية والزوج طبيب بيطري بالكويت. كشف التفاصيل أن الصيدلانية ضحية حادث مدينتي هي بسمة علي حسنين القليط، تخرجت من كلية الصيدلة جامعة طنطا عام 2006 وهي تعمل في وزارة الصحة الكويتية. تزوجت بسمة من طبيب بيطري يعمل في الكويت أيضا، هو حذر من التغيير المفاجئ في درجات الحرارة الناتج عن التواجد في أماكن مكيفة يليها التواجد في أماكن شديدة الحرارة، وهو ما يسبب بعض الأضرار من بينها التهاب العصب السابع. وأشار قداسته إلى أنه حرص على الالتزام بالبرنامج المعالجي بكل دقة مما ساهم في سرعة تعافيه، ناصحا مستقبليه بضرورة تنظيم الوقت والجهد بتوازن للقيام بالعمل الرعوي على أكمل وجه، ومع تجنب التعرض لمتاعب صحية والاهتمام بالمتابعة الطبية الدورية، لأن الصحة
وزنة أعطاها الله لنا لنحسن استثمارها. ومن جهتهم أعرب الآباء والحضور البالغ عددهم أكثر من 78 أب عن تهنئتهم لقداسة البابا بعودته وتعافيه، متمنين لقداسته المزيد من الصحة وأن يمنحه الله القوة والمعونة ليقود الكنيسة ورعى ابنه وهو في ملء الصحة وكامل العافية. وأما بالنسبة للقرارات التي صدر قداسة البابا في شأن الدكتورة سالي نسيم، قرارات صادمة، وهذا ما نليه فيما بعد. وكل الشكر وكل الحب، منتظر معي والمفاجأة ومعاز عليان وماذا فعل مع الأباء الكاهنة بكنيسة كومومبو، وأيضا باسم صبحي وكثير من الخراف التي ضاعت. ولكن المفاجأة انتظر معي لي نهاية الفيديو، سوف ترى الكثير والكثير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير، بسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين. فيديو رهيب، وما زال التحدي وما زال الهجوم على المسيحيين بطريقة مجهولة، طريقة صعبة. متشددون يهاجمون وفاء صادق لإشعالها شموع في الكنيسة، وترد عليهم أروح الجامع الكنيسة المعبد أنا حرة. شن المتشددون هجوما على الفنانة وفاء صادق كونها نشرت صورة لها وهي توقد الشموع داخل كنيسة المركز الكاثوليكي للسينما، وتداول رواد التواصل الاجتماعي منشور منسوب لوفاء صادق يؤكد أنها فنانة حقيقية لا تغازل المزاج السلفي، حيث رددت خلاله على هؤلاء المتطرفين وجاء بنص بوست توضيحي: أنا ست حرة على كل المستويات، محدش له عندي أي حاجة، مسلمة وموحدة بالله وبحب ربنا وعلاقتي بيه تخصني، مؤمنة بكل الأديان وبحب ستنا مريم قوي، خير نساء العالم، أروح الجامع، أروح الكنيسة، أروح المعبد، أنا حرة، وأي حاجة حلوة أو وحشة صح أو غلط بعملها في النور، ربنا بس اللي ممكن يحاسبني، أنا مش بداري ولا بخاف من حد ولا على وش الأرض. فبلاش الوعظ والرسائل الخاصة، الشاطرين قوي اللي معاهم مفتاح الجنة يظهروا للناس، مش على الخاص، الرسالة وصلت وخلاص. فيديو نقيب أو نبيل النقيب لتنظيمات أسلمت المسيحيات هتطفش بعد منك بعد شهر، مش هتتحملك لأنك هتعملها على أنها ملك اليمين. استنكر المحامي نبيل النقيب وجود تنظيمات متشددة بمصر هدفها أسلمت المسيحيات القبطيات، جاء ذلك خلال تعليقه على أزمة الدكتورة سالي نسيم من مركز كومومبو، وتعمل طبيبة بمستشفى أسوان، والتي قيل إنها اعتنقت الإسلام خلال أيام فقط على حين فجأة. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بترحيب متشددين باعتناق سالي نسيم الإسلام. وقال النقيب خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك: ما انت بكده قطعت أرحام البنت دي، وهي مش فاهمة حاجة في الإسلام، أتحدى إن كان عندها فكرة واحدة عن أي حاجة في الإسلام، مش فاهمة أي حاجة، وهتطفش منك بعد شهر أو شهرين لأنها مش هتتحملك لأنك هتعملها على أنها ملك اليمين. صباحكم سعيد، واستكمل معايا الكلام الجميل اللي احنا هنقوله تاني وتالت ورابع، وليه بنتكلم الكلام دوت مش كده هراء وخلاص الكلام دوت. بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. عايز اقول وحابب اقول حاجة يا صديقي معاز عليان، هذا هو صليبنا، ده صليبنا، له كل الحب والمجد، الصليب الذي نزل رب المجد وتجسد في صورة المسيح وفدانا بدمه وسفك دمه واتهان واتف واتبصق عليه واتلطم بالألم عشاننا احنا، طالع بصور ربما تكون حقيقية أو يهمية، ويشهر ويزعن أن الأخت
سالي نسيم أسلمت. حبيبي أسلمت ما أسلمتش ده شيء يرجع لها، لا هي هتزود الإسلام ولا هتنقص المسيحية، ولا هتزود المسيحية ولا هتنقص من الإسلام، لأن كلنا هدفنا هدف واحد وهو عبادة الله الواحد. كل المسيحيين بيعبدوا ربنا، لكن يجي واحد زيك يهين أو يهدد كاهن الكنيسة ويطالب بالقبض عليه، يا راجل ده انت وباسم صبحي اللي طالع حتى مش عارف يقول هو ليه ساب الديانة المسيحية، وكلامك انك تقول ان احنا عبدة الاوثان. حبيبي عمر ما كان المسيحي بيعبد وثن، ده بيعبد الله الخالق. ده انت حتى في الاسلام عندك بتعترف يعني ايه بالمسيحية، بتقول اني واوصيكم بايه، ها باهل الذمة اهل الكتاب ومنهم قصوصا ورهبانا. يعني الاسلام عارف ان في مسيحية وفي مسيح، وكلمة مسيح يعني جه يمسح خطايانا، خطية آدم وحواء اللي سقطوا منها، ومن أجل عشان إبليس. لو أنت تلاحظ هو عيد الضحية ده ليه؟ كانوا زمان بيقدموا أضحية من أيام أبونا إبراهيم ليه؟ عن الخطية بتاعت آدم وحواء، فكان لازم يكون في ذبيحة دائمة وتستمر إلى مدى الأبد، وكان الذبيح السيد المسيح الذي ذبح اتذبح اتصلب اتسفك دمه عشان احنا. اما وضعك انك تطلع وتقعد تهين او تعمل او تستغل ان البنت خرجت عشان تكسر اهلها لظروف احنا لحد الوقت مش عارفينها وتشهر اسلامها، ممنعش ولا اقول ان فعلا اختها طلعت وقالت ان هي جت يوم 17/6 وكلمت ابوها في التليفون وقالت له يا بابا انا غيرت ديني واتحولت للاسلام، ويقال ان هي مجرد ما ابوها طلب منها ان هو يقعد معاها وافقت، لكن لما عرفت ان خالها وجوز اختها الكهنة هيقعدوا معاها رفضت. احنا مش عارفين برضو ايه الاسباب، جاي يكونوا هم ضايقوها في حاجة معينة نرفزوها في حاجة معينة. ما هو الكاهن دوت بني ادم زيه زينا بيغلط، كلنا خطاه، ربما هي تكون عملت حاجة مش كويسة، ما هي ما شككتش بالدين ولا كلمت اي كاهن في تشكيك في الثالوث زي ما بيقولوا ان احنا بنعبد ثلاث نحن لا نعبد ثلاث، وشرحتها كذا مرة وقلت قرص الشمس، الشمس القرص ما بقدرش أشوفه، الآب الشعاع بشوفه بعناية، الحرارة اللي أنا بحس بيها الدفء الروح القدس. مش مهم أنك تفهمني ولا المهم أنك تعرف، لكن أنا بعبد إله واحد، بعبد نؤمن بإله واحد، بالحقيقة نؤمن بإله واحد. أما التفاصيل موضوع إقنوم الآب وإقنوم الإبن وإقنوم الروح القدس وكل واحد وليه دور، عايز أقول لك على حاجة، أنا كراجل اسمي جرجس، حلو دلوقتي أو إيدي راح ضربة واحد بالقفا، هيقولوا إيه جرجس الإيد اللي ضربت ولا يقولوا إيه جرجس اللي ضرب؟ ما هو جرجس عينيا، واخد بالك أنت نفس الكلام، اتفقعت هيقولوا العين اتفقعت ولا عين جرجس؟ الشخص نفسه يا ابني يا حبيبي. كوباية الشاي، الشاي اللي الشاي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مية وعبارة عن سكر وعبارة عن شاي، وبيمتزجوا ببعض وبيعملوا حاجة واحدة. هل معنى كده ان الشاي ده هو الشاي لوحده؟ ينفع يتعمل شاي لوحده؟ ما ينفعش، لازم يبقى فيه مية، ممكن ما يكونش فيه سكر، براحتك.
نفس الكلام الكيكه. الكيكه عباره عن ايه؟ عباره عن عجين وخميره حاجات كتير، لكن بتتسمى في الاخر ايه؟ كيكه. الله هو الله، الله العظيم. لكن تقدر تقول لي ان الله ربنا يقدر يظهر في صوره انسان؟ يقدر يظهر في صوره انسان. حتى في العهد القديم التوراه ان ربنا ظهر، واخد بالك، ظهر في شكل انسان عجوز وقابل يعقوب وصرعه. ده العهد كمان القديم اللي بيقول كده، مش احنا اللي بنقول كده التوراه. يا جماعه الله زي ما انت بتقول خالق السماء والارض، يقدر يعمل كل حاجه. اللي خلاه خلق السماء وخلق الانسان وخلق كل حاجه، بعيد عليه انه يعمل اي حاجه؟ مش بعيد انه يعمل عليه حاجه. لكن ابليس لما وقع وسقط وحب ان هو يكون زي ربنا، ده كلام تاني. فالاخت سالي لما تيجي وتقول انا اعتنق الاسلام او انا رايحه للاسلام، مفيش ادنى مشكله. احنا عايزين نعرف يعني ايه السبب الحقيقي اللي خلاها. ما تقوليش اصلها اقتنعت ان الاسلام هو دين الحق. يا سيدي مفيش مشكله، انت شايف ان دين الحق ده حاجه ترجع لك. انا لا اشكك في اي حاجه انت بتقولها، لان كل واحد ودينه غالي عليه. لكن هم كل هدفهم الحزن اهلها. انت برضو لو تتخيل انت كراجل مسلم واختك وسابتك وراحت لدين اخر، مشكله. لما في شاب الابنوب عماد لما اخطا في الشات في حق الاسلام، احنا ما سكتناش وقلنا ما يصحش. بس طبعا الاخ المسلم طلع ذكي وعمل له شورت سكرين للكلام اللي هو قاله. هو قاعد يستفز بنشيد الانشاد، وانه نشيد الانشاد ده بيتكلم عن الحاجات الجنسيه وان هو مش عارف ايه. يا سيدي خلاص هم حرين وبيتكلموا عن الحاجات دي، لك الحريه انك تتكلم في حاجات معينه. هم بيوصفوها بوصفات ضمنيه مش وصفات حقيقيه صريحه. احنا كمان لما بنيجي ابونا زكريا بطرس بيتكلم عن الاسلام بكلام مستفز او مهين، لا يمكن ان نقبله تماما. يعني مش من حقه ان هو يجرح في حد. السيد المسيح والتلاميذ وبولس الرسول وبطرس الرسول هم يبشروا المسيحيه بالسلام بالمحبه بدون التجريح. السيد المسيح قال لك جئت لاكمل لا لانقذ. ما جاش عشان ينقذ اليهوديه بل عشان يكمل. قال لك لا تقل العين بالعين والسن بالسن، بل من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. جه يصلح. هل معنى كده ان اليهوديه كانت ماشيه غلط؟ لا، لان اليهود كان قلوبهم غليظه، حنجرتهم قبر مفتوح. كانوا دايما ربنا يقول لهم، حتى كان يقول لهم من يريد ان يطلق امراته بل يعطاها ايه؟ كتاب. كان يسمح بالطلاق، فاهم ازاي؟ عشان الناس دي كانت غليظه. زي زمان سدوم وعموره، الناس كان جينوا حذرهم يا جماعه ابوس رجليكم، ربنا زعلان، ربنا متضايق. ابدا لحد ما جه وسدوم وعموره، حتى ان ربنا زعل ان هو غضب الغضب وادى وعد ان ما يحصلش، ان هو ما يعملش هذا الشيء تاني. لكن حكايه انك تيجي تتكلم وتيجي تقول كاني وماني وتيجي تقول اصل انا بطالب بالقبض على القصه انطونيوس، يعني لا ده منطق وده عقل. هو انت القصه انطونيوس عمل ايه يعني؟ هو خطف سالي ولا حبسها في دير ولا الكلام ده؟ ما فيش الكلام ده. زي ما انت بتيجي تقول وانتوا عارفين تماما ان الدير ده دير مكان للعباده والصلاه، وزي ما ابتدعوا وقالوا اصلهم بيشيلوا اسلحه. يا حبيبي الحكومه لو عارفه ان في دير واحد بيتشال فيه اسلحه لغايه دمرته، ده كانت اشعلت فيه. ده ناس باعت نفسها وراحت وبعدت عن العالم كله وراحت الصحراء عشان تصلي وتتعبد لربنا، تتعبد لربنا. اسلوبي مش عاجبك، حقك عليا، بس من غير ما تشتمني ما تتفرجش عليا تاني. ليه؟ انا دي هو بتكلم بالعاميه عشان الحب والصداقه تبقى. اما تجريحك فيا انك تقعد تجرح فيا كمسيح، يا عبدة الاوثان، يا عبدة الصلبان، ومش عارف ايه يا ابني، مش عارف ايه المحرقي، مش عارف مين سمعان المحرقي، ولا يا ابني ايه المحرقي اللي انت قصدك تقول بيها البني ادم المتخلف اللي مش عارف حتى يتكلم ولا يقول اي حاجه. يعني يا بيقول لي يا ابني برسوم المحرقي، ايه مش فاهم ايه معنى، يعني ايه معناه يا ابني برسوم المحرقي؟ يا عبدة الاوثان، يا عبدة الصلبان. يا حبيبي انا لا اقبل لا انت تهني ولا تهني. حتى رسول الاسلام قال لك ايه؟ لكم دينكم ولنا ديننا. مفيش داعي ان احنا نجرح في بعض ونقطع في بعض.
كل الكلام ده اطلاقا. لما اجي بقول انزل فيديو اقول اشعال النار في سال الدكتور سالم ياسين، هي المسيحيين شايفين ان هم كده كده كانها اشعلت في نفسها. لا، ما تركت المسيحيه رايهم وجهه نظر في نفسها كده، يقول لك يا خرجت عننا، خرج زي ما انت بتقول سبك دمه لقد ايه بعد، يعني مش عارف ايه مهدور دمه، نفس الكلام. هي مش مهدور دمها هي، لا خلاص كانها ولعت في نفسها، مع السلامه. لكن نقعد نجرح ونقين بعضينا واحنا كلنا عايشين في بلد واحنا وطن واحد يا حبيبي؟ في حرب 73 كان المسلم والمسيحي بيحاربوا مع بعض، صدقني مفيش داعي ان احنا نهين ونجرح وكل الكلام ده. ما يجيش ده واحد معاذ عليان اللي بيقبض فلوس من الخارج، ولا باسم صبحي ده اللي اشهر اسلامه عشان يتشير اكتر. الله للكون، واحنا ملناش الحق ان احنا نحاسب بعضينا. اللي يخطا قتل عمل اي حاجه في قانون، لكن ان انت تيجي تحاسبني على ديني ولا انا احاسبك على دينك اطلاقا. شكرا لك احبائي واعزائي، واتمنى لكم كل الخير، وربنا يا رب يعني يجعل بيكم كل سلام، وكل عام وانتم بخير، وسلام الرب يكون معكم.